أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالنهج السامي الحكيم لجلالة الملك المعظم بترسيخ ثقافة السلام على أرض المملكة والذي جعل منها واحة للسلام والتعايش السلمي. وثمن العسومي بمناسبة اليوم الدولي للسلام المبادرات والخطط للحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى إرساء وتعزيز السلام وإسهامه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة. وأشار رئيس البرلمان العربي أشار إلى أنه يحل هذا اليوم والبحرين محققة جهودا مشرفة في دعم السلام العالمي بفضل المبادرات السامية لجلالة الملك المعظم.